الآن تأتينا رسائل في الجوال عبر وسائل التواصل سوشيال ميديا، نعم، ماذا نصنع؟ هل أي رسالة تأتيني أرسلها للجروب للمجموعة؟ لا، لا ترسل إلا ما تثق فيه 100%. الآن مثلا لو تأتيك رسالة فيها سب لأمك، هل ترسلها علي وتقول انظر ماذا قال فلان المبطل فلان الضال في أمي؟ تصنع هذا؟ لا. كيف الآن نرسل رسائل فيها سب لأمهات المؤمنين، سب في الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذه أم لكل مؤمن. كيف تطيب نفسك أن تنظر إلى من يسب أمك؟ يسب الصحابة، يسب الدين، يسب الرب. إذا ما يمكن نطالع هذه الأشياء. إذا يا أخواننا لابد نحذر من هذه الوسائل الحديثة. لا نطالع أي شيء، لا ترسل أي شيء، لا تسمع لأي أحد، لا تسمع إلا قلنا لكبار العلماء.